شوف اولها دي النصبه عارفها وانا بعرفك عليها. ما انا عارف انك عارفها. انا بخطط. خطط يا نجم. في المنطقه دي هنعمل 3 شاشات. شاشات ايه؟ شاشات عرض. الاولى للماتشات والثانيه للبلاي ستيشنات والثالثه ثابته. ثابته ايه؟ ثابته مكانها عشان لو اي شاشه تانية باظت نحط دي مكانها. الشاشه الرابعه. الله، هم مش كانوا 3 يا نجم؟ خلاص يبقى نرجع الرابعه. مش لسه في الضمان؟ لما انا مش عايز اخسر اولها. مش تكاليف على الفاضي. ايه اللي انت شايفه يا نجم؟ بالنسبه للحمام ومكانه هنا، اخلي جنبه حمام رجالي وحمام حريمي. الله، لو ما خشهاش حريم يا نجم. ايوه بس انا احب اخش الحمام الحريمي، بيبقى انضف ما فيهوش تلوث. بالنسبه للحمامات، اللي هيخش لازم يبقى معاه كارنيه مختوم عليه ختم الزماره. ليه؟ عشان في ناس بتتعامل معانا على اننا مش قهوه، بتتعامل على اننا حمام. انا داخل الحمام، انا خارج من الحمام. لا يا حبيبي، تشرب الاول. صح ولا ايه؟ وهنا بقى هعمل شفاط من اللي بيطلع الهواء السخن برضه، اللي هو بيعمل كده عشان لو اي حد دخل يقول القهوه الحلوه دي. ما انا بخطط برضه. صح يا بنت. قدام القهوه هنا هعمل كورنيش. كورنيش على النيل. طب وهجيب النيل منين يا نجم؟ المشكلة مش في النيل. امال في ايه؟ اللي هيكلفنا الكورنيش. يا سلام. وهنزرع. هنزرع طماطم وخيار. الله. وجزر. الله. تحب حاجة تانية على السلطة؟ جرجير بحبه قوي. نحط جرجير. ملحك ايه؟ ما بحبش الملح. خلاص يبقى ملح خفيف. وانت قط تاكل ايه؟ فاهم ليه؟ ايه؟ اي حاجه هنجيبها له هيوافق عليها. انا فهو فاهم هو قال ايه. وانت ولع. انت صعبان عليا. يوميتك دي يوميه يا اخي، مش يوميه. انا هقبضك بالدولارات. بجد يا نجم؟ بجد ايه يا ابني؟ احنا بنحلم. احلم معايا. احلم يا نجم. هخلي التبس بتاعك بالاسترليني. يبقى كده ضمننا الدوري الانجليزي. بص بقى ولع، انا عايزك دلوقتي تضرب لي 2 كيوي بالزبادي خلاط. خلاط. وترش لي على الوش جوز هند. هند. بالمكسرات. مكسرات. مع حبة جوز هند. جوز هند. وتحطهم لي في التلاجة. في التلاجة. وهات لي 1 شاي. ايه؟ 1 شاي عقبال ما يسخن. حاضر. وعندك 1 شاي للنجم؟ احنا هاي النجم بتاعنا. تعالى زوم مرة. بقول لك ايه؟ تعالى عايزك. اهلا، ازيك يا مترو؟ اقعد. ملك اخوك يعني ملكك يا اخي. ايه؟ ايه ملك اخويا ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت سمعته ده؟ انا سمعت الجمله. انا بقول لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده بقى؟ ايه بقى حكايه ملكي وملك اخوك دي؟ يا اخي بارك لي. بارك لي يا متر. لازم تبان الجانب المضيء من ناحيتي. ابارك لك على ايه يا عم؟ انا اشتريت القهوه. ايه؟ اشتريت القهوه. اشتريتها منين؟ جبت الفلوس منين يا زماره؟ انت مديت ايدك للحرام. حرام ايه؟ انت هتحبسني وانا قاعد متر ولا ايه؟ مش انا هورث ملايين. لا اسمع، اللي انت بتعمله ده نصب، فاهم يا زماره؟ يعني ممكن تاخد 7 سنين سجن وتتقتل. ايه الحكم العشوائي ده؟ ده ايه؟ القاضي كان فاضي بيديني اي حكم؟ وهتقتل فين؟ في السجن؟ لا، امك اللي هتقتلك لو سمعت انك بتتكلم في الورث وهي لسه عايمه على وش الدنيا. لسه عايمه على وش الدنيا؟ ليه انا ابن بطه؟ في يا عم سلمي، ما تهدى علينا شويه كده وافرح لي. اسمع، الماده 316 هي الماده دي كام صفحه؟ الماده دي اللي انا شايلها. ما تشيلش ماده. ايه؟ ما تشيلش يا عم. يا اخي انا عامل حسابي كويس. بقول لك ايه؟ انا بقالي فتره قاعد بذاكر كل النصابين اللي على اليوتيوب، وتابعت كل النصابين. سلام. ولقيت ان النصاب المحترف انه يكذب بثقه. كل ما تكذب بثقه الناس تصدقك. تخيل الواد ولع هيعمل لي كيوي بالزبادي. تحب يعمل لك حاجه؟ خليه يعمل لي اعتبار. كل دي عيال بتدور عليها يا مفتريه. ايه؟ ارنبه؟ مش معقول كده ابدا. ايه ده؟ في يا عم عربي مالك؟ بتزعق لها كده ليه؟ دي لسه واخده المهدئ. سيبينا فتره معاها وهي واخده المهدئ. حد بيعرف يكلمها وهي صاحيه؟ ما هي ام عيالي برضه. ايه بقى؟ ام عيال مين يا راجل انت؟
انا خلفت منك اي شكل ده اللي هجيبه زواحف. يخيبك، هو انا اعرفك يا راجل انت الجنان الرسمي ده؟ ازاي الكلام ده؟ ده كان عندنا حب قديم. حب ايه يا راجل انت؟ ومين دي كمان؟ دي اللي بتخدمني، كنت تعبانه. انا بيني الممرضه بتاعتك يا مدام امبابه. بلا ممرضه بلا مقرضه، وانت تقول لي حب ومش حب يا اخي، كانتك حبتك حياه تلوشك. بقول لكم انتوا الاثنين شكلكم كده نصابين وحراميه وجايين عايزين تسرقوا الذهب بتاعي، صح؟ بقول لك ايه، روح انت هنا فوتنا هي اللي تعرف شفرتها. شفرتها وفوتنا وكمان فيها فوتنا؟ ده انتوا تنظيم عصابي بقى، جايين تسرقوا الذهب بتاعي وعايزين تفتحوا الخزنه. يا لهوي عصابه، يلا سهره من هنا، يلا بره، يلا بره انت وهي، يلا يلا يا نص البيت. يا لهوي البيت يا بيت. اسمع يا سيدي، يا هتغني انت كمان؟ لا هتتريق همشي. لا هتتريق امشي يا عم. اسمع بقى، احنا مفيش قدامنا غير ان احنا نروح لنعمان شركس ده. حلو. الراجل ده هو اللي عنده القصه من اولها لاخرها. انا عارفه، انا اصل كنت بتدرب عنده وانا طالب زمان. الراجل ده عجوز ومكحكح بس عقر. طب ما دام انت عارفه يا عمرو، ما رحتلوش ليه من الاول؟ ولا انت لازم تعمل فيها مهم؟ ما انا مهمه يا زماره همشي. يا عم امشي بقى، عايز اقعد لوحدي. الله يا ابني افهم، الراجل ده نظامه غريب شويه، ما بيقعدش في مكتب واحد اكتر من سنه، واخر السنه بياخد التامين. التامين الصحي؟ همشي. يا عم امشي بقى، انا اساسا مخنوق منك. ها طمنوني، عرفتوا عنوان شركه المحامي ده ولا لا؟ اسالي الاستاذ الافوكاتو. لابس لي جرافطه وحزام وعمال رايح جاي ومش عارف تعرف حته عنوان. بس بقى يا ابني انت وهو، انا لفيت عليه الضرب الاحمر كله من البيبان لعطفه الروم، كل ما اروح العماره الاقيها وقعت وطلع مكانها سايبر. بس خلاص كلمت واحد صاحبي ويجيب لي قراره. بقول لك يا عمرو، لو الموضوع كبير عليك سيبني انا اتصرف، انا ممكن اجيب محامي وارخص منك بكتير. محامي ايه يالا، هو انا فطاطري؟ وبعدين انا كنت خدت منك ولا مليم؟ يا عمرو يا عمرو، انا اعطالي كلها متعطله. إيه؟ انا عايز انقذ ما ينقذ انقاذه. انا ورايا شغل كبير في القهوه. قهوه؟ وانت مالك ومال القهوه؟ مش تبارك العسليه؟ ايه اللي باري لك؟ الف مبروك على ايه بقى؟ هو لازم نبارك لبعض على حاجه؟ واحنا ايه شايلين من بعض قوي كده، منفسدين ليه؟ بس يا حبيبي، بس يا حبيبي انا اشرح لك موضوع القهوه ده بعدين. المهم بقى عشان تبقوا فاهمين، القصه دي كلها بقت في ايد نعمان. طيب همتك معانا بقى يا عمرو. يا حبيبتي انا معاك اهو من الالف للياء، بس خلي بالكم القصه دي كلها مصاريف، وانا حاسب كل حاجه بالورقه والقلم. ولا تشيل اي عام، اي حاجه محتاجه عدى على القهوه خدها. زي ما قالك كده زماره، اي فلوس عدى على القهوه خدها. اقعد بقى انت فرد صدرك في موضوع القهوه ده لحد ما تلبس في الحيط في الاخر. قصدك ايه يا عم؟ قصدك ان انا نصيبي ممكن ما طلعش كبير؟ انت عارف حاجه مخبيه عليا؟ اسكت بقى اسكت، خليني افكر. اه استنى. الو، ايوه ابراهيم. ايوه برج الكوثر. برج الكوثر؟ برج الكوثر بالكاف ولا بالراء؟ برج الكوثر العماره اللي وراه. العماره اللي وراه؟ مش العماره اللي وراه، مش السؤال اللي وراه. انا ما كتبتش حاجه. السؤال اللي وراه، شقه كام؟ شقه كام؟ تمام خلاص، تمام انا عارف خلاص، تمام ماشي ماشي يا ابراهيم، هعدي عليك اراضيك بقى. خلاص خلاص تمام، انا كتبت كل حاجه خلاص. ايه ده؟ خلاص تمام تمام ماشي ماشي يا ابراهيم. لا اله الا الله. يا عمرو انا ما لحقتش اكتب غير لا اله الا الله، وكاتبها غلط على فكره. بس اطمنوا يا اولاد، خلاص من بكره كلنا هنروح لعمان شركس. ليه؟ لا هنصيف عنده. خش زغراتي جوه يا افراح. ركز بقى مع بعض. ها، في مبدا اساسي في القانون في الاستهلال ولا بد منه، تمام؟ ان القانون لا يحمي المغفلين، وبالتالي فهو لا يحمي الموكلين. طب ازاي يا بدر؟ امال القانون اتعمل ليه؟ ما هما مش يغفلوك يابا، وانت تيجي تقرفنا بقى في المحاكم والقضايا. طب يا متر، يعني لو حد اتضرب او اتسرق يروح يشتكي لمين؟ دكتور تخدير. ظريف. سؤال ظريف على فكره. هما يا حبيبي احنا مش هنملى المحاكم عشان موتوسيكل مسروق ولا مترين ارض يعني. طب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي يا بدر، احنا بندفع الفلوس في الحصه دي ليه؟ وقف يا ابني وقف. غرامه 500 جنيه وشهر حبس. الظلم ده ايه؟ الظلم ده ايه؟ الظلم ده انا مستمر. انا مستمر.
طالما مش هنشتغل بالقانون بناخد الدرس ليه؟ على فكره ده كان امتحان وانتوا نجحتوا في الامتحان وشرفتوني قدام المجتمع. صعبه يا مستر. ايه اللي صعبه؟ التجاري يا عم. التجاري صعب صحيح، دفاتر وحسابات وبتاع، ده انا لما تليفوني بيفصل ما بعرفش احسب 6 في 6 بكام. ده بقى ليه؟ بسبب التكنولوجيا مسحت العقول. عشان كده احنا هنرجع لنظام التعليم القديم الكتاب، وده عايز ودن موسيقيه، ودن موسيقيه ونفسيه حلوه. بس نركز مع بعض، مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. لا نقول مع بعض، انا مش هشيل الليلة لوحدي. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. مادة واحد في الجنائي تصبر حتى لو مش لاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. انما تسرق تقتل تنهب يوجب فرض عقاب اخلاقي. طب ثواني بس ارد على التليفون يا شباب، ثواني. الو. ايوه يا حبيبي. ايه؟ واقفين لهم تحت؟ هيتثبتوا يعني. ماشي يا حبيب، ماشي. غور بقى دلوقتي. كنت بقول يا شباب، يعني في بس موضوع صغير كده. في بلطجيه واقفين تحت وهيثبتوكوا وانتوا نازلين. ها احنا رجال قانون طبعا، يعني عارفين هنعمل ايه. ها الحنين في وسطينا وسلاحنا في ايدينا، واللي عايز يتقال له يا مرحوم يجي علينا. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم يا شباب. يلا يا جماعه نلم حاجتنا كده، بس مش عايز العلقه اللي هتاخدوها. اقعد مش عايز العلقه اللي هتاخدوها دي تنسيكوا المبدا الاساسي اللي احنا اتعلمناه ولا ايه؟ يلا تبقى جاي في القانون تلبس ازرق في السجون، تبقى جاي في القانون تلبس ازرق في السجون، تبقى جاي في القانون تلبس ازرق في السجون. شو رايك اليوم بدي علمك رقصه كتير رح تحبها اسمها تانجو؟ عشتني سامي، وانا اصلا عندي مركب رقص. بدك تشوفه؟ يا ريت. اكيد. هيك بشويش بترقص وبتبرم هيك. هيك وهيك؟ ايه. ولف اللفه دي كمان؟ لا، ايه تاني عندك؟ ايه تاني؟ في زومبا، وفي بدي اجرب لك زومبا. لا تسيبيني انا بقى اختار لك حاجه على مزاجي. خلاص؟ خلاص. ايوه. بتضغط عليا. ها 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 يا اخي، اخنايا انا خايف يا زمار. كده طيب. زمار احنا لابسين دي ليه؟ خبيه عشان نتنكر لو هم خرجت علينا ما تعرفناش. عندك حق. اسمعوني كويس، امي دلوقتي في الحمام، قدامنا 29 دقيقة وواحد وثلاثين ثانية والعملية تبقى انتهت. ايش معنى 29 دقيقة وواحد وثلاثين ثانية؟ انا شفتها في اليوتيوب كده، محدش يبلشني. اخلص حبيب. في ايه؟ بتوترني ليه؟ خايف؟ وانا لسه قلت لك حاجه. مش عايز اموت. غبي، انت جاي لحد هنا وتقول لي مش عايز اموت؟ انت هتكمل؟ هتقف عند الباب لو حسيت ان امي جايه هتزمر لنا. يلا ربنا معاك يا دكتور. يلا انت هتوسعها ليه؟ يلا يلا. عسليه يا زمر، لازم نقشط الاوضه دي كلها في 15 دقيقه. والام دخلت بالبتاعه اللي في ايدك دي وعلى راسها كده هتموت. قضاء وقدر. بتهون عليك امك يا زماره؟ ايوه. انا ما تهونش عليا. لا دمي برضو شالتني 13 شهر ببطنها. خبي كمان مش عارف تحسب شريطك قد ايه. نسيت يا سليه، نسيت ان امك دي بتاكل اكلنا وبتشرب شربنا. فاكر لما كانت بتجيب اللحمه توزع علينا السمين وتاكل هي اللحمه الحمراء؟
فاكر لما كانت بتعمل موز باللبن؟ كانت بتشربه على بق واحد واحنا نلحس في الخلاط. خلاص يا زمارة، أمي أول ما تخش بالبتاعة دي في قلبها. إيه ده؟ إيه ده؟ ويهون عليك أمك عسلية. آه تهون، ياما تعبتنا. هي كانت بتدعي لي الدعوة بفلوس. كانت تقول لي واد عسلية، روح ربنا يكرمك ب 45 جنيه 46 قرش. كانت لما تقول لي واد عسلية وروح يا رب حبيب في خلقه، كانت بتاخد 70 جنيه 46 قرش. يبقى دي ست ديت يا زمارة. لا تبقى دي ست يا زمارة. يا راجل ده الشحات بديله نص جنيه بيجريني يا داعية. خلاص يا زمارة، احنا نقتلها وبعد كده نسرقها. لا احنا نسرقها فتموت بحسرتها. وتكون عليكم امك يا زمارة. لا ما احنا نأجل السرقة بقى كده، مش هنسرق. بس انا خايف بصراحة. يلا يا مباهيك، فين البشكير؟ لا خرب بيتك، ده انت بتلي زي قلتك. ايه ده؟ ايه ده؟ خير ان شاء الله. هو انت دايما كده عامل زي البورصة، لقيك في الحمام لقيك هنا في الحيطة، في ايه؟ ايه اللي مدخلك عند اوضتي هنا؟ انت مين يا ده؟ انا شفتك قبل كده ولا مين يا بنت؟ ولا انت مين ايه؟ انا حبيبي ابن ظريف. ظريف ولا زفت الطين على دماغك؟ بلا ظريف بلا لطيف، دمه تقيل انت وهو. ايه اللي مدخلك عندي الاوضه؟ فهمني وقول بسرعه وانجز بدل ما اقتلك. اقول لحضرتك انا داخل اعمل ايه؟ وتمشيني؟ امشيك مشاش في ركبك؟ لا طبعا، لان انت داخل بنيه مش سليمه، يا اما تحرش يا اما سرقه، ولازم اقتلك. لا زمره وعسليه جايين يقتلوك. ايه انت بتقع بيني وبين ولادي؟ ها يا كذاب. ومستخبين هنا ورا البيت. ولادي بتتكلم جد؟ والله العظيم معناه انك تسرق معانا تاني يا كذاب. وحياة امك انت وهو يا كذاب، وشرب معاكوا تاني؟ انتوا جايين تقتلوا امكوا؟ لا لا والله العظيم احنا جايين نسرقك. تسرقني كمان يا نصاب يا نوري؟ وانت بتهبب ايه؟ انا ياما جاي عجاي، ده هطمن عليك، وحشتني ياما والله. ايوه بقل في ايدك ده بتطمن عليا؟ ده مفك وبنسى ياما والله. مفك عيد ميلادك ياما. وحياة امك مفك، هفك بقى بيه عن نفسي والبنسى احطها في شعري. يلا يا نصاب، وانت واد اللي في ايدك ده؟ هابي فالنتاين ياما. هابي فالنتاين على دماغك ودماغ اللي خلفوه. اه ما هي دي ادوات الجريمه، وانا مش هسيبكم بقى. مين اللي وزنكوا العامله السنه دي؟ انا هقول لك الحقيقه يا ام. قول. انا كنت عايز الاوضه، الواد عسل ايه جاني وسوس لي كده، ورحالي ما تيجي نسرق امك. قلت له لا يا عسل ايه، بلاش امي عسل ايه. قال لي فيه ايه لما نسرقها؟ امك حرمانه من الفلوس. راح جاي يهزني ياما نفسيا وخلاني اجي اعمل كده. اصدق والله العظيم كذاب كذاب. هقول لك الحقيقه يا ام. والله العظيم الحقيقه، احنا كنا قاعدين كده يا ام. هو الواد ده ما تعالوا اسرق امكم. لا زمارة كده قال لي انا بكره ماما، انا عايز اقتل ماما. كذاب. لا يا ماما، اقول لك الصراحه، الشيطان ده خلينا احنا الثلاثه قلنا انتوا قاعدين بتعملوا ووسوس لنا. والله انا هصلي ركعتين واستغفر. اخرس، ده انت الشيطان يستعر منكم، الشيطان يتعلم منكم السفاله يا عدمات التربيه. اقعد انا وانت وهو، ده انتوا مش هتتعلموا. تعالى تعالى تنيل واخواتك البنات هنا. يا فتان يا فتان يا فتان. انت وهو والله لكم من ايامكم في الحجز انتوا الثلاثه. لا يا اما هتحبسي عيالك. اخرسوا عيال مين؟ وهو فعلا عايز يقتل امها وتسرق امها؟ هو انا ناقصه جنان؟ يا نهار اسود. زي ما انتوا سابس يا واد انت هو. حاضر سابس. حاضر. اخسى عليكم يا كلبه. انا اسفين يا ام. اخرس. معلش يا ام. مرات مش نافع حاجه، برضه هحبسك. هتكلم هديها للراجل اللي على الباب عشان يبهدلك في الحجز. اخرسوا خالص عن مكالمه مهمه. انا النت فصل وما عرفتش اللي حصل في اليوتيوب. ما اسمعش حسكم. حاضر. الو. ايوه فندم، ممكن اكلم وليد بيه؟ ايوه انا مدام امبابه، بس صوتي متغلي اني مصدومه. ايوه مصدومه افندم، حتى وانا مصدومه صوتي حلو. وانت ازيك عامل ايه؟ لا بتتكلم جد؟ ايه ده؟ ثانية واحدة يا فندم. يلا انا معاك يا فندم. لا انا بس يعني كنت بفضفض شوية، متضايقة قلت اكلم حضرتك. الدوشه بقى هي دي. انت متاكد ان ده المكتب عمرو؟ ايوه يا ابني، العنوان اللي في الكارت اهو. ولو ما طلعش هو يا ابني؟ ما اليافطه ايه؟
ده معناه ايه؟ انت عارف بقى لو ما طلعش هو المكتب المواصلات رايح جاي عليه. يا سيدي خلصنا، مش هو ده استاذك انت؟ يا سيدي طيب طيب اتفضل خبط. يا رب استر يا رب استر. انا بقول لك ايه؟ ما تيجي تخبط ونيجي يا جدع. انا مش ناقصك. ارفع ايدك على باب يا عم. هتغاب عليك يا زمارة اقسم بالله. خلاص بقى. مين الحمار اللي بيخبط؟ عمرو. يا راجل بجد بقول لك ايه يا نعمان، اوعى تجنني. يعني ايه ما انتش ناقصه؟ ها قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ ها لا بص بقى، انا عايزاهم يدوخوا السبع دخان يا عمي. لا مش كله مره واحده. الله، واحده واحده واحدة واحدة بتجري لي، واحدة واحدة ورانا ايه؟ ايوه ايوه اسمع اللي بقولك عليه. انا عايزاهم يدوروا على واحد واحد على شرط يبقوا كلهم مع بعضيهم مع بعضيهم عشان يحبوا بعضيهم. بقولك ايه؟ ما تخليهمش يعرفوا ان انا بكلمك خالص. اوعى ما تبقاش مجنون حبيبي. يا استاذ فهيم فهمني طبعا يا فهيم. ايوه عشان بس معايا ناس، اول ما اخلص اكلمك. والله ما تقلق، قضيتك في ايد امينه، وامينه لسه ما ماتتش. عرفت بقى معايا زباين. اول ما اخلص هكلمك على طول، تكون عملت لي عشوه حلوه. يلا حبيب قلبي مع السلامه. طيب يلا اسيبك معاهم، لعبهم يا ابو النعميم، لعبهم. انت سهل. ها اوكي يا اخويا ابعد بقى، ولا روح شوف لك شغلانه. الواد على ايدي عايز ارضعه، ده لقيته من ضمن اللي بدور عليهم. يلا اورفوار اتوتالور يا شيري، باي يا بوبي، باي. ماشي، لما اشوف انا ولا انتم يا ولاد امبابه. يا امبابه كانت مطربه المطربات. الله، ما كانش في حفله غير فيها امبابه. الله، في اي محافظه فيها امبابه، في اي محطه فيها امبابه، بشاوات البشاوات كلهم يا سلام كان فيهم امبابه. حتى بير السلم كان لازم تكون موجوده فيها امبابه. بس سلم ايه يا عم؟ انت بتتكلم عن كلبه؟ ايه اللي عاد انت؟ ما تروح ان انت بتتكلم عن امي. البومك معلش يا عم، سيبك بقى من وصف امي ده، وخلينا في الوصيه افتحها عشان راكنين في الممنوع. ايه ده يا ابني؟ ان الله مع الصابرين. اذا صبروا يا عم. خلينيش بقى مد ايدي عليك يا عم. انت عنك ما صبر يا عم. انت ما تخلينيش، بقول لك ايه، ده شكله سواق. وانا انت هديلك في وشك. خلاص خلاص بقى زماره، ده بقى معلش. بس يا زماره. زمارت ايه؟ في ايه يا عم؟ ده شكله سواق تاكسي اساسا. في فلوس؟ في فلوس؟ ايه ده حبيبي؟ ايه ده يا باب؟ في فلوس جامده؟ حبيبي انت مين يا؟ انا زمارة قدارة، مفيش ولا عارة ما تعرف نيش. تخيل دولوبت غارة وسارة ويارة ما يعرفوا نيش. يبقى انت ابن عرب السباك يلا. سباك ايه يا عم؟ قصدي الطبال. طبال ايه يا عم؟ وانت مين؟ انا اعرفك بنفسي بقى. عسلية مية مية، عسلية مية مية، حبيبك عسلية. دول ولاد امبابة الاصل والطرب. يبقى انت افراح يا حلوة. الله ينور عليك. انت مين؟ انا عمرو يا استاذ نعمان. معلش يا عمرو يا اخويا، معلش يا ابني، معلش. ابوس ايدك، ابوس ايدك بقى، افتح لنا الوصية، خلي العيال دي تعرف نصيبها ونخلص. ناولني يا عمرو الملف ده. ده يا استاذ مش ده اللي تحته. يا مسهل الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنفضش، ده التراب معقم. بس ادينا بقى الوصية دي واحنا هنتصرف. اوعى اتصرف. مين اتصرف في الصرف الصحي؟ الملف ده مش هيخرج من هنا لحد ما تجيبولي كل ولاد امبابة، يعني بقيت اخواتكم. يا استاذ، هو احنا لو نعرفهم كنا جينا لك ليه اصلا؟ وبعدين يا استاذ نعمان، مش نعمان برضو؟ آه. ما انت عارف كل التفاصيل. حبايبي التفاصيل اللي عندي ادارة اعمال امبابة، املاك امبابة، حسابات امبابة، لحد جوازاتها وطلقاتها ودمتم، معرفش حاجة تانية عنها. يعني كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نروح السجل المدني نجيب لك شهادات ميلاد تثبت ان اخوات الولاد دول من الاوراق اللي موجوده عندك في الملف ده، صح؟
طب ما انت بتفهم وانت شغال محامي. لا الحمد لله. ايوه معلش يا عمرو، معلش يا عمرو نسيت. ممكن بقى تدينا طرف خيط نمشي وراه؟ خد ادي الخيط وادي اللي كابه. بسم الله. ادي الورقه، اول جوازه لمبابه.